حينما كنت في كل مكان فقرتنا الأساسية وفقرتنا الأولى. أنا سعيد ومحظوظ إنه أديرة وفخور جدا إنه أكون جزء من هذا النجاح، يعني ونجاح الزميلة والصديقة الإعلامية الكاتبة الصحفية مقدمة البرامج المعروفة مشاعر عبد الكريم، واللي حايزة على جائزة الإعلاميين والإعلاميات وقادة الرأي العام. أنا سعيد جدا بأن تكون معي في هذا الصباح، صباح الشروق. صباح الخير ومشاعر. صباح النور. أنا كيف أخبارك؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله تمام التمام. أنا سعدت بالمزيكا تعز صباح الشروق. صباح النور عليك يا زهور. يا سلام، ودتني حتات بعيدة شديد. مدري طوالي وديني معك. وين مشيتي؟ مشيت للدويتو اللي كان بيني وبين علي، يعني بسلم عليه وبسلم على كل كاست الشروق القديم. بتمنى لهم انه يكون الخير والسعاده وحين ما بيبوا وقت ما كانوا، يعني تذكرت ايام عجيبه. بس احنا ما جينا، احنا الجيل الثاني. ايوه انت الجيل الثاني بالضبط، لكن هناك الجيل الاول طبعا. طبعا دي ميزه الاعلام، انه هو عامل زي الساقيه. صحيح. كل مره يعني الدولاب حقها البليف ده بيخطك في محل، بتحول بعد شويه بتبقى زي اللعيبه بعد شويه. في ان شاء الله بس نكون نافعين، يعني ده بشر التجربه. تخيل طبعا، يعني من تجربه من فعلا. صحيح. ممكن يكون عنده علاقه بالجائزه؟ خلينا نتكلم عن الجائزه اول حاجه. طيب الجائزه دي اول حاجه انا عايزه اقول للناس انه الجائزه دي انا بهديها بشكل مباشر خالص لروح سيده فاطمه احمد ابراهيم. هي كانت بالنسبه لي القدوه الاساسيه، وهي كانت بالنسبه لي عارف فكره انك تشوف لك زول نجم بعيد كده يعني. نعم. وتتمنى انه في يوم تعمل حاجه تشبه الحاجات اللي هو عملها. ايدول. ايوه بالضبط كده. نعم. ولارواح سيدات يعني تم عليهم عنف وماتوا بشكل مجهول يعني. نعم. الجائزه دي بشكل اساسي كده كانت عن الاعمال اللي تقدمت طوال مسيرتي. مسيرتي دي كيف معك؟ كويسه كويسه والله. اي حاسه انه زي 50 نعم. سنه كده. اها. مسيرتي كانت مستوى التقديم التلفزيوني ولا الكتابه الصحفيه؟ الاثنين. طيب. الاثنين. ومبسوطه جدا انه انا تعرفت في الجائزه دي يعني كمحفل عربي كبير كده بالصحفيه مشاعر عبد الكريم. نعم. انا بحب صحفيه اكثر بكثير لانه ده المجال حقي ودي قرايتي وده اللي بعرفه يعني. نعم. اكثر من التقديم التلفزيوني اللي دخلته بعد. نعم. هو الحاجات المعروفة بعد ما تم إيقافي وكذا من الجرائد. نعم. الجائزة للأعمال اللي كنت حريصة إنه طوال مسيرتي دي إنه أهتم بقضايا النساء. نعم. بشكل أساسي إذا كان في الصحة، في التمكين الاقتصادي، السياسي، غيره. فكانت عنده عن تحديدا يعني سبيسيفيكلي كده في عن العنف ضد المرأة تحديدا ولا عن نجاحاتها؟ قضايا المرأة بشكل عام. بشكل عام قضايا المرأة. نعم. ايوه. اخترتي نماذج بعينها كنساء يعني؟ لا نجاحاتها وتعرضوا للعنف او كده في مقالات؟ لا ابدا. نعم. لا ابدا. طيب كيف تم التقديم للحاجة دي؟ ما عارفة. بس هم اختبروا. ما عارفة والله. شافوا. هو اقتراح كان من شخص أخ عزيز. نعم. أفتكر هي جات رسالة لوزارة. نعم. وزارة التنمية الاجتماعية. فما كانوا يعني ما كانوا عارفين يقدموا منه أو كده. فالشخص ده اقترح إنه باعتبار إنه أنا قاعد أكتب كثير وقاعد أتكلم في التلفزيون وكده. نعم. عن مواضيع المرأة دي تحديدا. أنا عندي قناعة يا محمد إنه التغيير ما سياسي. التغيير اجتماعي. صحيح. مجتمعي. صحيح. وإذا إحنا مكننا المرأة يعني النسوان في البيوت يعني حسي أي رجل بيمرق بيخلي له زي 5000 كده. بيجي بيلقى وليمة في بيته. صحيح. بيلقى أولاده ماكلين كويس، شاربين، بيته مرتب منظم. صحيح. حياته ماشية كويس. ده بالنساء وبصبر النساء يعني. نعم. فإذا إحنا مكننا النساء ديل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. نعم. هتقدر تمكن الدولة دي بس ببساطة شديدة. فده إيماني كان. اتقدمت ضمن أسماء، ما كنت الاسم الوحيد من السودان بالمناسبة. طيب. وما عندي علم الأسماء الثانية منه. فالحمد لله أنا كنت المتقدمة في السودان. بقول طبعا إذا عاوز تعرف تطور أمة شوف تطور نساء. نساء. صحيح. فيها. صحيح. نساء أنا حدث ولا حرج يا مشاهد. خالص. ومع ذلك أنا دائما قاعد أقولها نعاين كده الحتة المليانة. نعم. مع ذلك يعني في قوة عجيبة يعني. قبل يومين أو ثلاثة أيام كان في وقفة احتجاجية لبيعات الأطعمة والمشروبات أو سكتات الشاي.
كانوا بينادوا بحقهم في انه ما تتشال عدتهم. نعم. بس الوقفه دي يعني لحكمه يعلمها الله جات متضامنه مع 16 يوم لمناهضه العنف ضد القائم على النوع. نعم. المراه والفتيات يعني. فالقوه اللي وقفوا بيها وكانوا بيتكلموا وكانوا حريصات على حقوقهم. افتكر دي بتوريك انه رغم البؤس اللي احنا عايشينه رغم الفقر الكبير اللي عايشينه لكن في قوه. النساء ديل لو لاحظت في البلدان اللي بتتعرض لحروب ونزاعات اهليه وكده المشاكل دائما واول الضحايا هم الاساسيين هم النساء والاطفال. لكن مع ذلك البلدان قاعده تطلع بصبرهم ده وباحتمالهم وبحبهم للحياه. فترة طويلة جدا يا مشاهد ناس بتتكلموا عن مناهضة العنف ضد المرأة، ما الكلام ده ما السنة اللي فاتت ولا قبلها، أيوة. لكن أحيانا تحس بأنه قدر ما يحصل الضغط في الموضوع ده، قدر ما برضه احنا متراجعين لورا كيف فيما يخص حقوق المرأة. في علاقة عكسية كده ولا ما فاهم الحاصل شنو؟ طبعا أنا حقول كلام حيزعل مني ناس كثيرين جدا جدا. جايبينك مخصوص بالمناسبة. طيب، شوف أنا لي زي ثلاثة أيام بتتقدم لي دعوات في المركز هنا. نعم. دايرينك تتكلم عن العنف القائم عنه ياهو طبعا اي لا يعني مناطق حتات مختلفه أيوة. مراكز مختلفه طيب كله هنا داخل الخرطوم. نعم. لو طلعت بس برا الخرطوم دي بشويه كده حتشوف قدر شنو اللي بيتعرض للعنف ده قويات وقادرات. نعم. وما دايرين اي 16 يوم هم كل يوم بيتعرضوا للعنف وكل يوم بيناهضوا. نعم. الشهر قبل الفات انا كنت في كادوغلي بنات صغيرات صغيرات دي بمعنى انهم هم طفلات اقل من 18 سنه بيتكلموا لك عن الاغتصاب. لما انت تحس ان انت انفعلت وكده هم بيستغربوا ويقول لك انا ما حيه لسه لكن بقى جزء من العادي. فاذا لا مبدا انه الحياه بل بالنسبه لها الاهم هي حيه ما ماتت هي اذا حتناضر وحاجيب حقي وكده ولو حملت انا جناي ده ما بخلي حقه تخش محكمه فبتحس انه احنا طيب ده شنو احنا قاعدين نعمل فيه ده ورش وقصص وكلام عشان بس المانحين يقولوا اي الناس دي شغالين المراكز دي شغاله المنظمات دي شغاله لكن فعليا على ارض الواقع ان احنا ما شغالين. ده كلام مهم والله على ارض الواقع النساء في جهه والفتيات في جهه وما تقوم به المنظمات في جهه ثانيه خالص كله في اضابر المكاتب وده ما بين في انه في جهات شغاله. نعم. بالتاكيد يعني مش هو التعميم ذاك حق انه كلهم ما شغالين. نعم. لا في ناس شغالين لكن الاغلبيه قاعده هنا في المركز يعني كيف ورشه لمناهضه العنف القائم على النوع تكون في واحد من الفنادق الضخمه يعني. نعم وقاعد يحصل يومي وصحن الـ 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 الوجبه بتاعتهم ديك ممكن تاكل ثلاثه بيوت والناس اللي انت بتتكلم باسمهم قاعدين هناك في معسكر ايوه في زلينجا في زلينجا يعني. وفي الجنينه وفي غيره وفي غيره فدي من الحاجات اللي انا بحس انه حاجات كوميديا سوداء كده يعني. نعم الاعلام مقصر في رايك؟ ما في اصلا ما في نعم. على كل المستويات اذاعي تلفزيوني مكتوب مقروء كله. ما في برنامج للمراه شفته بتخصص ما في في لكن في برامج بتاعت ميك اب بتاعت تجميل صحيح اللي هو ما مش انه هو ما مهم هو مهم احس يعني احنا عاملينه عشان نقعد هنا ونواجه الكاميرات وكده لكن هل كل قضايا النساء كيف تبدو جميله وكيف تقدر تعمل ما بعرف شنو وتحارب الشيخوخه والكلام ده في نسوان دايرين يحاربوا الفقر ده يعني يحاربوا الحياه دي ذاتها في انه اولادهم يمرقوا سليمين ويقدروا يقروا يعني يعيشوا كريمات هي ذات يعني بشوف كثير جدا من ستات الشاي بتكون الوحده قاعده بتديك الطلب بتخطه ليك وبتكون شايله جناح في طرفها صحيح اولادها بجوا من المدرسه بجوا في المحل اللي هي شغاله فيه بتخليهم يكتبوا في قفاه في ظهرها يكتبوا واجباتهم وكده دي الاولويه احنا للاسف الشديد ما عندنا اعلام فيه قوي ما في اعلام للاطفال ما في اعلام للمراه ما في اعلام لذوي الاعاقه ما في زمان يعني دي حاجه مضحكه شديد وقاعد اقولها دائما للشباب الداخلين جديد في الاعلام امشوا شوفوا تلفزيون السودان زمان كان عامل كيف كان في صور شعبيه كان في الحقل والعلم كان في برامج فئويه صحيح اي زول بيفتح الصلاه الطيبه كان في اي زول بيلقى حاجته في التلفزيون وكان تلفزيون واحد طبعا حسي مع تعدد القنوات كلنا بنتشابه كلنا بنعمل برنامج نسخه من اغاني واغاني رحمه الله على الاستاذ الكبير السرير
كلنا بنعمل برامج الصباح متشابهة، كلنا بنعمل برامج المساء متشابهة، كلها لأنه كسلانين بس يا محمد. نعم. بس كسلانين. غريب المواهب موجودة يعني، والناس اللي بيفكروا موجودين. والموضوعات موجودة. والموضوعات على قفا من يشيل يعني. بالضبط. وفي الخرطوم دي يعني. نعم. ولا تطلع برا. صحيح. فما بالك لما تطلع برا. برا ده عالم تاني. المسكوت عنه كثير فيما يخص المرأة والعنف ضدها. طبعاً. طيب واحدة من الموضوعات اللي أنا يعني دائماً بقول إنه أن إحنا تعلمنا من ناس كثيرين. رحمة الله عليه وحجوب شريف، واحدة من الحاجات الختانة في الدرب فيها قضايا الصحة النسائية. موضوع زي الناسور البولي تستغرب إنه في يوم من الأيام الأمن منع إنه أكتب عن الناسور. أنا كتبت فيه كثير بالمناسبة. أيوة عن الناسور البولي يعني. ما تكتبي عنه. ليه؟ لأنه بيدخلك في إشكالات بتاعت فساد بتاعت وزارة الصحة. بعد شوية الإرادة السياسية للدولة، تفاصيل زي دي. فخلاص ما تعمله. كويس. في نساء بيموتوا، في نساء بيتعرضوا للوصمه بسبب الناسور البولي. صحيح. في مناطق كثيره جدا في السودان بيودوهم قطاطي كده بعيده. لحد ما يموتوا. لحد ما يموتوا. خلاص ثاني ما في زول بيجيهم، بيودوا لهم الاكل كده، بواقي الاكل من الحله يودوا لهم، لكن ديلك النسوان ديلك ما دايرين معاهم. هو انا بتحس بان الحلول اللي قاعد تقدم لكل المشاكل اللي انت بتقولي فيها حلول فوقيه، يعني حلول رزق اليوم باليوم ديك يعني. يس بالضبط كده. ما في حل استراتيجي تحس بانه بعد 10 سنين مفروض وضع المرأة يكون. هو نحن في السودان اصلا عايشين رزق اليوم باليوم، في السياسه في الاقتصاد في كله، ما في استراتيجيه. احنا ما دوله يا محمد. احنا حكومات تجي وحكومات تغور. بس لكن دوله تكون موجوده مثلا وفيها دستور شغال بغض النظر عن من يحكم. نعم. من الموجود في الحكم الطبيعي انه في دوله عندها دستور، عندها قوانين اللي ما بتزاح ولا بتزال ولا اي شيء. بيجي الحاكم ده بيقضي فترته بتاعت الحكم ويمشي. صحيح. ببساطه شديده. لا احنا اول ما يجي الحكومه الجديده بتشيل ذاك، ازاله اثار الحكم السابق، نبدا نصفر العداد ونبدا. نعم. من اول. نبدا من اول. عشان كده لحد حسي ما عندنا دستور، عندنا فراغ دستوري، الجمله الظريفه دي. صحيح. صحيح. فراغ دستوري وكده، لكن بالاساس احنا ما دوله للأسف الشديد يعني. زمان كان عندي رأي كده، قام أروح لي هنا أخوانا أدوا البلد دي سنتين تقود امرأة، سنتين بس. يا سلام. أنا متأكد الموضوع هيختلف طبعا. أول شيء الحروب حتجيف عارفة، بعدين بيكون في تدبير منزلي، بيبقى تدبير دولي. صحيح. بتوفر القروش. صحيح. يعني ما أبغى الليلة الكلام ده. صحيح. تقوله يعني. صحيح. وفي حاجة إحنا مخلوقين بها من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ودي دائما قاعد اقولها لصحباتي، يعني انه لما نتغلط في انه الرجال ما بيفهمونا والرجال يا جماعه. احنا تصميمنا عامل كده. صحيح. يعني ده التصميم المارجين به من الله يعني. نعم. كويس. احنا دقيقات في التفاصيل جدا، فبالتالي لما سيدة تمسك هسي شوفها في ادارات المدارس. اداره المدرسه لما تكون امراه عكس لما يكون رجل. مختلف خالص بالمناسبه. بتشوفه في الحوش، بتجي تقوم تقول لك رمى الورق هناك دي. صحيح. الرجل ما بشوفه يبقى بيته. مش صحيح. لانه هو سبه لي، لانه ما بشوفه طبيعته كده، ما بشوفه يعني فعليا هو ما شايفه. هي بتشوفه بكل دقه. ان احنا لما يجي المرتب بنخط الاولويات ياتا. الاولويه شنو؟ ندفع قروش المدارس، ندفع الكهرباء، نجيب التموين بتاع الشهر كده، ولا اولويه انك انت مثلا تدفع الايجار وتخلي التفاصيل دي الأولويات دي. صحيح. الحكومات دايماً اللي بيقودوها رجال ما بتفكروا بالأولويات على الإطلاق. نعم. أنا الحروب بيفكروا في الصورة العامة. صحيح. يعني الشكل العام. عشان كده لو ملاحظ حسي يعني الرجال المهم البيت يكون الإيجار مدفوع، إيجار فيه مدفوع، ما في زول يدق له الباب، الكهرباء فيه كده، لكن جوا التفاصيل. نعم. اللي بتقيم البيت دي ذاتها ما مهمه بالنسبه له، يقول لك ممكن ناكل اي شيء. المراه ما بتفكر كده. شنو باعتبار الجائزه هي تخص المراه وكده يعني، شنو مطلوب نركز عليه فيما يخص المراه؟ قضايا النساء بس. قضايا النساء انا اتمنى حقيقي يا يعني اكثر حاجه مضطر نضغط عليها شنو في شغلنا ده؟ افراد برامج للمراه. خليه يجوا يحكوا يعني. انا مبسوطه جدا ببرنامج عملته. كان الكلام المذكور فيه انه الناس ممكن يكونوا سامعينكم، الناس انتوا انا سامعاكم. نعم. خلي الناس تكون تسمعكم. نعم. احنا ما قاعدين نسمع بعض. دي طبيعه الشخصيه السودانيه. ما بنسمع بعض. نعم. فما بالك بالنساء. ما في زول بيسمعوا.
على الإطلاق، ونفذوا المنتبه لتفاصيل صغيرة شديد قاعد تحصل بشكل يومي وبسيط جدا جدا. يعني لما تجي تشوف لك بوست في فيسبوك بيهين أجساد النساء العاملات مثلا في الصحافة أو في الإعلام أو كده من ناس مستنيرين، تفتكر ده احنا ما دايرين علينا سنين للتوعية انه انت انتقدها فيما تقدم لكن ما تنتقدها في جسدها، جسدها ده ما صنعته هي لكن ما تقدم صنعته هي ببساطة شديدة يعني. وللأسف الشديد ده حتى بيتم مننا احنا برضو من النساء، وللأسف الشديد خطاب الكراهية اللي بيتم للنوع بقى عالي جدا جدا. صحيح. عالي يعني، وشايفه انت في السوشيال ميديا وكده. فالاعلام محتاج انه يركز على ده، محتاج. احنا بلد انهكت الحروب يعني. صحيح. وبلد فقيره. نعم. وتعبانه ومنتهيه يعني ممكن. فمحتاجين بس انه في الاعلام نعلي بس رايه خطاب المحبه والسلام بس. ممكن يكون يا مشاير سؤال جريء وخارج المنظور، اذا اتاحت فرص النساء متكافئه يا سلام، ممكن يشكل خطر على الذكوره شويه؟ هو ليه يعني احنا لازم نكون في قتال كده؟ في مقوله للاسف ده الحقيقه يعني للاسف ابدا والله للاستاذ محمود محمد طاهر رحمه الله عليه، انه الرجل ما عدو المراه ولا المراه عدو الرجل، عدوهما الجهل. كل ما بيجي زول جاهل اذا كان امراه او رجل بيكون عدو نفسه يعني. فنحن لانه جاهلين بالحقوق وجاهلين بالواجبات حقتنا، فعشان كده احنا في عداء كده مستمر. ودائما البرامج اللي بتجي تتناول قضايا المراه وما بعرف شنو، الرجل سوى وفعل. يا جماعه الراجل ده ما ابوي يعني، مش ما انا بحب ابوي وبحب اخوي وبحب ولدي كده يعني، وبحترم زملائي الزملاء اللي معي في الشغل، وبحترم الزول اللي بيفسح لي مجال لما يلقاني انا الواقفه براي في شباك تذاكر ولا شباك خدمه، ما يقوم يقول لهم خلوها تمشي، ده مقبول بالنسبة لي. نعم. ما سيء. فليه احنا نتحول لأعداء لبعض؟ شنو يعني بنستفيد شنو؟ ولا حاجة. بس لأنه ممكن تسحب البساط ببساطة يعني. ما انت قلت جملة في بداية السؤال ده يعني هي حقيقة، هي الجوهر. نعم. الفرص المتكافئة. بالضبط. ببساطة شديدة. أنا مؤمنة تماما إنه ما في حاجة اسمها كوتا سياسية 30% ولا 40% ولا 50%. انت ليه تديني؟ ليه تمنحني؟ انت منو اصلا عشان تمنحني؟ انا بمقدراتي ده للاسف الشديد. وللاسف حتى ناشطات عريقات جدا في النضال هم بينادوا بالقصه دي، يا اخي انت ما بتمنحني، انا باخذها اقتدارا بمقدراتي بدراساتي. يعني لما تيجي تشوف بنت عمرها ما تم 30 سنه عامله دكتوره في حاجه ما موجوده اصلا في السودان، طيب دي اولى انها تجي تكون رئيسه ولا مديره في مكان ما، ولا اولى الزول الجاي بس عشان حزبه داخل في محاصصه؟ ببساطه شديده يعني. فالحاجات دي احنا لو عملناها بس جملتك العظيمه دي، الفرص المتكافئه دي. بس مجموعه، انا برضو ما حوقع الناس في خطر التعميم، لكن مجموعه من المنظمات النسويه فيمينيست انا مرات احس بانه على حد ما يقال بانه هي سبب الاشكال الاساسي، لانها هي من بدت بالاستعداء للرجل طبعا. انه ما برضه ما حيزعل مننا ناس كتار جدا ومني انا تحديدا، لكن بيقال انه هو السبب الاساسي في انه ينتصب العداء بهذا الشكل يعني. او انا رايت راسا مصنف انا ما عندي مشكله، انت بطريقتك بالضبط. مره في لقاء في التلفزيون، وحكمه الله كان في الشروق ووقتها ما كنت مذيعه ولا كنت بقدم، كنت ضيفه. فجيت قلت الكلام ده، انا ما بقدر اناصب الرجل العداء، انا بحب ابوي جدا وبفتكر انه عنده فضل علي في يعني رحمه الله عليه، وهو توفى له سنين لكن حتى الان هو عنده فضل علي يعني. نعم. فابوي ده ما رجل، مش لما صحيح. اقول انا اكره الرجل والرجل بيفعل ما ده ابوي يعني، واخوك وزوجك وولدي وكده. نعم. فالفكره دي انا شايفاها يعني معليش للكلمه لكن غبيه جدا. غبيه بمعنى الكلمه يعني. نعم. ما هو التكامل ده بين الرجل والمراه بيصنع الانسان، بيصنع الزول الفرد اللي هيجي يواصل في المجتمع. ما في زول بيجي في براه يعني، ما في مراه بتجي في براه ولا في رجل بيجي في براه. نعم. الناس لو فهمت بس التوليفه دي تخيل العداء. اي في حاجات عندها علاقه بالشخص.
شخصية سودانية، عندها علاقة بالتربية السودانية، التربية أيوة بتشوفها حتى في الإعلانات للأسف لشركات كبيرة بهناك بتجد تعمل الرسالة بتاعت النسوية وإنه إحنا مناصرين للنساء وكده، لكن لما تجي تشوف الإعلان بتاع حاجة بتاع الطبخ ولا كده بيجيبوا النساء، في حين إنه أشهر الشيف في العالم رجال. صحيح. يعني مرات الحاجات دي أنا بتضحكني جدا جدا. انه طيب انت يا مؤسسه يا كبيره شايفه انه المطبخ ده صنيعه النساء، وحسي بنشوف في كاس العالم وكذا يقوم يقول لك انتم مالكم مال الكوره امشوا المطبخ. المطبخ ده انتوا بتلفوا بتجيوا ثاني بعد الكوره يعني ما تفوت وين يعني يلا المطبخ ماله المطبخ ما سبه مش ولا انك انت تهني بانه انت مره سايد دي سبه. الناس لو وصلت للمرحله دي، انا زمان كنت بقول انه انا ذاتي ما قدرت اتساوى مع الرجل، انا احسن منه بكثير، احسن منه بكثير، انا مشاركه في الخلق، البوديني انزل للراجل شنو، فخلونا شويه كده نفهم صفاتنا. زي ما قلت ما بدي احسن من زول يعني، اي زول عنده دور، اي زول عنده دور، ادوار اي ادوار بالضبط كده نعملها باحترامنا لبعض وبمحبتنا لبعض. الناس دي بالمحبه بتعبر من حاجات كثيره شديد. زي ما قلت انت قبل شويه اعظم الشيفس هم رجال. أيوة. هنا بتلقي اعظم الميك اب ارتست هم رجال بالمناسبه برضو. ايوه بالضبط يعني أيوة. اكثر من النساء يعني، انا متاكد في نساء ما بيشغلوا الا في ميك اب راجل. صح صحيح، لانه صحيح. انا شايف وزمان كان بالمناسبه في السودان ده قبل الحقبه جات واسلمت المجتمع السوداني وكذا كانه ما كان مسلم، كان في كوفيرات رجال. نعم. اللي هم المصففين مصففي الشعر بالضبط. فكانوا بالحجيز وكذا يعني، أماتنا بيحكوا لنا إنه مثلا في نمرة 3 كان في زول مشهور اسمه فلان الفلاني. نعم. في العمارات كان في زول مشهور كذا، ما كانوا نساء. ليه؟ لأنه كان المجتمع المجتمع السوداني بيحافظ على النساء داخل البيوت. نعم. إنه ما يطلعوا يشتغلوا. فكان الشغل ده حق الرجال. لحد كبير. مصففين الشعر ما كان عيبة، ما كان كانت عيبة على الإطلاق. على الإطلاق ما كانت عيبة، ولا أفتكر إنه لحد حسين ممكن تكون عيب. ما في مهنة عيب، العيب اللي بتسويه أنت. صحيح. ببساطة شديدة، لكن ما في مهنة عيب. الجائزة شو وقعة بالنسبة لك؟ أنا فرحتها يعني أنا فرحتها حقك طبعاً، وبأمانة يا محمد وأقول لك بكل صدق يعني عشان الناس ما تحس إنه ده كلام بتاع تلفزيونات وكده، أنا حسيت إنه انتصرتها. فترات كثيرة جداً تعرضت لظلم، كنت بحس إنه ليه يعني أنا ما قاعد أعمل حاجة كعبة، ما قاعد أعمل حاجة غلط. فليه يعني ظلم 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 مستمر كده يعني، وإبعاد من الأماكن وإبعاد من يعني فترة من الفترات 2019 أنا شلتها من الجرائد يعني، حتى وقفة من الصحفيين ما حسيت بها كانت قوية. الكلام ده ما حكوا. أيوة. نعم. فحسيت بظلم كده يعني، ليه أنا ما الزملاء ديل لما يتعرضوا لحاجة بقول وبتكلم وكده. جيت توقفت من شغلي، ما في زول علق وما في زول قال. صحيح المحبة اللي لقيتها من الناس أصحابي ما كانت هينة على الإطلاق، وهم الساندين ظهري في طوال السنين دي. فالجائزة دي زي جات عملت لي الطبطبة ذيك يعني. في وقتها جات بالمناسبة. صحيح. بالضبط كده، إنه يعني يعني ربنا قال إنك بعيوننا، بس ببساطة يعني. الجائزة الاستلام متين؟ حتكون وين؟ حيكون إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله. عشان نحتاج البيت برضو يتقال شنو؟ السنة الجاية أنا ما أعرف صراحة. بعد شهر واحد يعني. إن شاء الله. ما أعرف المكان حيكون وين، هم قالوا لنا حيتحدد لكم لاحقا، كانت المفروض تكون في شهر 12، لكن عشان فعاليات كأس العالم وأغلب الناس حتكون مهتمة بكأس العالم، هم برضو عايزين يعملوا حشد للقصة دي. المنظمة عايزة تعمل يعني حاجة كبيرة. فحتكون بداية السنة بإذن الله تعالى. عندك فكرة الجائزة شنو؟ لا الدرع. أنا طبعا حصلت على الجائزة. طبعا يعني طبعاً. أنا خلاص يعني اللي قال يعني حصلت على الجائزة. وبصراحة يعني لما تضرب لي شخصية زي أسماء محمود محمد طه تقول لي رفعت راسنا، يا سلام. أنا أفتكر إنه حصلت على الجائزة لما زول زي الكتبي قام في مجال الإعلام يعمل رسالة ويشكرني فيها، أنا حصلت على الجائزة. لما أشوف محبة أصحابي وصحباتي واحتفاؤهم الكبير بالجائزة دي، أنا حصلت على الجائزة. فأيا كانت هي بعد ذاك شنو، خلاص يعني هتكوني نموذج للنساء كتار إن شاء الله. إن شاء الله في العمل الصحفي على الأقل يعني، والعمل اللي بخص النساء وما إلى ذلك يعني. إن شاء الله والله الجائزة دي كانت في هذا الموضوع يعني. صحيح. فحتكون أيقونة للنساء إن شاء الله والله جدول. أنا بفرح جدا يا محمد لما ألاقي بنات صغيرات يعني. أحسي قبل كم يومين في الشارقة لقيت بنات من جامعة الخرطوم وبيدرسوا حاجة ما عندها علاقة بالصحافة.
فقاموا قال لي يا احنا بنحبك وشنو كده وانت قدوه لنا. الكلمه دي كبيره شديده، كبيره ومسؤوليه بالمناسبه خالص. صحيح. صحيح. فقمت قلت يا جماعه تخربوا طبيعي، انا ما زول جاده يعني شديد. فتقول لي قدوه دي حتحملني حاجه انا ما بقدر عليها، ما بقدر عليها. فزي ما قلت انه فعلا حتحمل الزول مسؤوليه كبيره جدا. وخليني اقول حاجه للبنات الداخلين في مجال الاعلام ده جداد وشايفين انه هو فيه بريق عالي وفيه شهره، اتكلم بوضوح شهره وكذا. الحاجه دي عندها ثمنها طبعا بالضروره. يعني هي بتحصل على الشهره وبتحصل على العريس المروق وبتحصل على العربيه وبتحصل على حاجات كثيره، لكن بتتخطي في الضوء. صحيح. اذا 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 ما عملت الحاجات دي بشكل سليم وشكل صحيح تتحرق سريع، زي اسماء كثيره كانت. صحيح. موجوده وعاليه جدا جدا. صحيح. لكن اختفت، ما في بعد ده. لانه ما عملنا. خلينا نعمل حاجه للبلد دي. شايف السودان كيف بعد 5 سنين؟ انا متفائله تفاؤل. انا محيرني كويس. انا محيرني ليه؟ لانه بشوف الجساره حقت الاولاد الشباب دي. زول يكون عمره 17 سنه جايب القوه دي من وين؟ جايب الشجاعه دي من وين؟ جايب الامل ده من وين يعني؟ طيب هو عنده امل، ليه بيحمينا احنا نكون عندنا امل؟ شنو؟ فانا شايفه انه السودان ان شاء الله باذن الله بعد 5 سنين يمكن على الاقل يقدر يمسح الصوره النمطيه عن انه البلد بتاعت الحروب. يعني لما نزول من برا يقوم يقول لك انتوا احنا ما قايلين انكم عاملين كذا، احنا ما قايلين انكم. الحاجه دي حاره شديد. صحيح. حاره جدا. هي الحاف حقيقه يعني. فبتمنى انه احنا عملنا في الاعلام ده نوصل صوره جيده للسودان يعني. شايفه المراه بعد 10 سنين كيف؟ ما 5 سنين. 10 سنين؟ نقول 5 سنين نقول خلاص وضعنا استقرت عليك. شفت في برنامج مسائر ده استضفت بنات انا ما حنسام خالص. تكلموا عن الصحه الانجابيه. نعم. في دكتوره يعني انا اسفه هي ما تزعل مني، قليلونه جدا جدا. نعم. كانت بتتكلم بحماس عجيب. وانه ونحن لازم ونحن لازم. قمت بعد الحلقه انتهت قلت لها انت عارفه يعني انت الطاقه اللي اديتيني لها والامل اللي اديتيني له مفكرين كبار وفلاسفه ما نجحوا في انه يدونا له. نعم. مؤمنه تماما انه هم قادرين يعملوا حاجه. كيف ما تعرف. نعم. في بنات شغالات يا محمد في اماكن بعيده جدا جدا. وبيصنعوا في التغيير بشكل مخيف. نعم. مخيف يعني. وخلينا احيي هنا جامعه الاحفاد انها بتخرج في بنات. نعم. عندهم القوه. نعم. وعندهم الايمان العجيب في انه السودان ده بيمشي لقدام. فانا افتكر انه بعد 10 سنين القوه حقت النساء ان شاء الله. إن شاء الله. كلام اخير للكل، للجميع، للمشاهدين، لناسك، لقرائك، لمحبينك. يا سلام. نعم. يا حليل قرائي. انا بحب جدا والله لما الاقي زول يقول لي انا كنت بقرا لك. نعم. لانه انا واقفه قريب ال4 سنين ولا سافر دي ما خلت حاجه. ايوه طبعا. خلونا نحب بعض بس يا جماعه. نعم. الكراهيه دي سهله. صحيح. والمحبه تحتاج لنفس عظيمه. صحيح. فاحنا بالمحبه دي بننجو، يعني مش كلام بتاع التصوف ولا بتاع دروشه ولا كده، لكن بالمحبه دي بننجو من كل شيء، من الحروبات دي، من المشاكل، من الحفر اللي بيحصل في التلفزيونات وفي القنوات وكده. ايوه. نعم. بننجو، ما في زول بياكل في زيك زول. صحيح. ولا في زول بيشيل لي حاجه حقت زول على الاطلاق. صحيح. يعني الناس دي لو امنت بالقصه دي والله رزقك قاعد، ما في زول بيشيله لو بيقى شنو. فآمنوا بيده وخدتوا في الرحمن ده في قلبكم يعني. الفنون والإعلام ده واسع، ممكن تعمل إيش تبرطع. ما بتضايق تقول يعني. شوف النموذج ماهر الخير، شوف النموذج زهرة منصور. نعم. جسور. يا سلام. يعني يا سلام. الأولاد ده اللي بيعملوا في حاجات. صحيح. عجيبة وعظيمة يعني. صحيح. وزي ما أنت قلت السوشيال ميديا ما خدت لي زول حاجة. صحيح. إني قدم محتوى محترم يعني. بالضبط. جيد. أيوة. مش أيوة. مش أي طبعا ده مستقبل الميديا الجاي. صحيح. يعني صحيح. فآمنوا بيده وآمنوا إنه السودان ده حقنا كلنا وبيشيلنا. صحيح. كانت ضايرنا بيشيلنا والله. والله العظيم والله بيشيلنا والله يا محمد. السودان ده واسع بشكل مخيف ذاته. ما قادرين نديره ذاته خالص خالص. بيشيلنا زي ما قلت. شاري يا خان الله يسعد بك. شكرا شكرا على الحوار اللطيف يعني. تسلم. توفيق. وما حتجيش وعدينا انك ما حتجيش. اجي في وين؟ ثاني بعد ثاني ما في وقوف. اي احنا قاعدين القناه دي قاعده وانا قاعد ابشري. ان شاء الله. الله يبشرك بالخير. شكرا. كل الناس الموجودين معنا الان والتحقوا بين الان، احنا وصلنا لموجز اخبار الصباح. ده كان حواري مع استاذ مسعر عبد الكريم كاتب الصحفيه ومقدمه البرامج. في حاجات كثيره بنقولها في وقت ان شاء الله. نمشي ونجي راجعين. خليكم قاعدين.